وبالتالي احنا بعد ما خرجنا من البرنامج بقى نظرتنا اعم واشمل. خلينا نقول ان احنا ازاي بقى اصبحت اعم واشمل، وصلنا بيها للمرحله. تمام يا فندم، دي نقطه مهمه جدا. النهارده انا راجل مثلا، انا بشتغل في التنميه المحليه، بشتغل في البترول، بشتغل في الخارجيه. النهارده انا وجهه نظري مسلطه من على الدوله من خلال الجهه اللي انا شغال منها، لكن انا مش عارف الامور بتمشي ازاي في بقيه الوزارات، ازاي الوزارات بتتكامل مع بعضيها. وطبعا دي كانت النقطه الجميله جدا في موضوع التدريب الميداني. احنا النهارده مثلا انا كراجل بشتغل في وزاره البترول، اكيد عيني على التحول الرقمي، عيني على القطاع الصناعي، عيني على الصناعات الصغيره والمتوسطه لانها داخله في نطاق خبرتي. طيب لما اروح اتدرب تدريب ميداني لمده شهرين، انا الاول بعرف ازاي الجهات الاداريه جوه الدوله بتتكامل مع المجال اللي انا بشتغل فيه. في نفس الوقت انا عندي حصيله من الخبرات نتيجه ان انا اتعلمت اداره، ونتيجه اني مارست العمل الاداري واداره الفرق وتنفيذ المشروعات، وبالتالي عندي القدره من خلال المحتوى العلمي بقى اللي انا هاخده من الاكاديميه ان انا اوصل لمرحله الابتكار، مرحله الابداع، مرحله ان انا افكر زي ما بيقال خارج الصندوق. وده بالفعل الحمد لله، يعني كل الزملاء يعني وفقوا في الموضوع دون في التدريب المدني من خلال حجم الافكار اللي تم تقديمها للساده المحافظين، ويعني بفضل الله يعني في الكثير منها اخذ في عين الاعتبار. يمكن البرنامج الرئاسي كمان أصبح يضم شباب من جنسيات مختلفة، يعني هو ليس فقط مقتصر على الشباب المصريين، لا بنشوف كمان شباب من الدول العربية، شباب من الدول الإفريقية. النهاردة كمان كانوا بيتخرجوا من البرنامج ده. أهميته إيه؟ أو يعني ده بيخلي على عاتقكم مسؤولية كبيرة، صورة مصر أمام العالم وإيصال الصورة المصرية لما يحدث الآن، ونحن طبعا على اعتاب الجمهورية الجديدة. حضرتك يعني بتلمسي نقطة غاية في الأهمية. حضرتك اللي يطلع على نسق العمل داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب يعرف قد إيه الناس اللي جوه حاسة وشعر بالأهمية، لأن دي صورة لمصر. النهاردة لما أكون أكاديمية ومسؤولة عن تدريب شباب من أفريقيا ومن أكتر من جهة على مستوى العالم، ده ثقل سياسي وعلمي لمصر ليس بالقليل، ده ثقل يعني مسؤولية كبيرة جدا جدا جدا. فهنلاقي أن في خلية نحل بالفعل تشتغل على مدى يعني مش هبالغ لو قلت ما لا يقل عن 18 أو 19 ساعة في اليوم، وبعضها بيمتد لأكتر من كده. ده نتيجة ان المسؤولية كبيرة، مسؤولية بالفعل في شباب قائمين عليها. ويعني هنقول خير دليل على كده المنتدى الشباب العالمي اللي احنا بصدده الايام دي، التنفيذ المبهر دون ولسيادة الرئيس اشاد به منذ قليل، تنفيذ شباب يعني بينتموا للأكاديمية الوطنية.